رد اطلع الاوق عشان اشوف كم بيحتاج عشان اطور. هو مين؟ بليز ارجوك. طلعناها الان. اوكي السلام عليكم ورحمه الله، كيف الحال يا شباب؟ طيبين ان شاء الله. معكم عبدو يا دريم، جايب لكم فيديو جديد، فيديو سنطوري. عندنا سلاح لاول مره ينزل في عجله اللي هو الطاوه. قاعد نزل كذا اي سلاح طاوه الفار بس ما فيها كل مسج ولا بوكس فينيشر. اول مره سلاح الميل وبن او الاشتباك صار عندنا كل مسج وسلاح يتطور والطاوه الذهبيه الاسطوريه، وراح نطلعها مع بعض. بالنسبه للجوائز متابعين ابو ياد محبين ابو ياد بالتيك توك، انا منزل الان بوست او فيديو والناس قاعده تشارك. اذا حاب تشارك هذا رابط التيك توك، هنا مخرجنا ضبطنا مرابط التيك توك. وفال الجميع التوفيق، وفي جوائز وسحوبات على تطوير انفور ثلجي قيمه 50,000 يو سي، زائدا بلاي ستيشن 5، زائدا ايفون 13. كل اللي عليك تابع حسابي بتيك توك. فال الجميع التوفيق، خلينا نشوف العجله. ولا تنسون تتابعوا حساباتي هنا في اشكالات حركات بركات يا شباب. هذه العجله، عفوا الصندوق. اوكي عندي ماتيريال واشياء كثيره، مهما صار مهما سويت انا بس اطلع الطاوه اطورها في الماكس راح نرجع لعجله اللامبرجيني، وبحاول اني اطلع باقي الميثيكات اللي فيه. تمام، ضروري جدا اني اطلع كل الميثيكات. عندي طريقه وحركه حلوه، اتمنى اللي حاب يستفيد منها يتابعني، لان بحاول اطلع كل السيارات بدون ما اخسر شدات واجد. ركزوا معي ركزوا معي ركزوا معي. اوكي بس خلونا نطلع الصندوق الطاوة الجديدة الميثيكات. طيب اخوان توضيح المرة الأخيرة، في ناس ما شافوا الفيديو، احنا حسبناها الميثيكات طلع 402 ميثيك، نسينا ما حسبنا التنورة يا اخوان. هذه التنورة ما حسبناها، شوفوا هذه التنورة الميثيك ما حسبناها انا والشباب، فصار عندي الآن 403 ميثيك، والطريق إلى ال 500 ميثيك ما عاد باقي شيء. بدينا الآن عدة تنازلي، باقي 97 ميثيك، ايزي بيزي لما سكويز إن شاء الله بإذن الله. خلونا ننطلق الآن يا اخوان، نفتح العجلة الجديدة الصندوق الجديد عفوا مع بعض. حطيت لبس مثل الحالة، يلا ليتس جو يا اخوان. سبسكرايب ولايك وشير وخلونا نبدا. اول صندوق شحننا اليوم 41,000 يو سي، وباذن الله بنحاول نطلع الطاوه في الماكس بدون ما نخسر اشياء كثيره. حلو طلع الاوب، ممتاز نايس. اللي بعده اهم شيء ركز على الطاوه. وي وطا الراس طلع نايس ممتاز. يلا اللي بعده يا رب يطلع الاوب عشان اشوف كم بيحتاج عشان اطور. هو مين؟ بليز ارجوك. خلاص طلعناها الان. اوكي خلاص ما عاد يهمني اشياء ثانيه. داخل العجله ارسال، باقي لي بس صندوق واحد عشان اطلع. ايوه يصير عندي المجاني، وش نسوي هنا؟ نجمع. يا رب يطلع لي بخاخات، ما احتاج مثير. يا رب بخاخ ما عاد احتاج مثير. نروح الورشه يا اخوان، ورشه العمل، نطور الطاوه نشوف كم يحتاج منها حتى نوصل لاعلى ليفل. طيب هنا احتاج لي بخاخات. اوكي الشكل المتقدم، شوفوا 45 بخاخ. ايش نسوي الان يا اخوان؟ نروح على الار بي، اول شيء نشتري كل البخاخات اللي موجوده فيها في الشوب. وينها الشوب الشوب الشوب؟ طيب هنا نجيب اعلى شيء 28 عفوا. نروح على العجله الثانيه، يحتاج مني 20 سبع صناديق، عندي 6 الان. اضغط للبدء مع اني مطلع كل شيء فيها. نسوي شحن لهذه القطع بالار بي. كم عندي ار بي انا؟ 1546. اوكي ايش نسوي يا اخوان؟ نتحمل الازعاج الشيء بيوم بيوم بيوم. موافق، نسوي جمع 300 كافيه. اجمع ايوه موافق. نروح الشوب ايزي يا اخوان. اوكي هل اشتري من الاسترداد؟ خلني اجيب البخاخات المجانيه. وين البخاخات المجانيه يا اخوان؟ اسلحه نسيت والله كيف اجيبها يا اخوان. اه لقيناها يا اخوان الحمد لله. نشتري بالرديم 10، نشتري هنا بالشدات. نقول يا اخوان 50 صندوق 50 بخاخ. تمام 1900 يو سي. الان جمعنا كل البخاخات، نرجع لل المختبر نشوف الطاوه 125 راح نطور الان. موكي موكي وش موكي؟ طيب هنا 75، هنا 100 120 بخاء. لازم اضرب بالثقيل هنا يا اخوان عشان اطلع البخاخات. حلو بكمل الين ما اطلع كل البخاخات، بحاول اجمع الباقي من هنا. 3 بخاخات ممتاز. حاول والله اسوي كليتشات وحركات بس ما في فايده يا اخوان.
عشان أوفر شوي. يبدأ علي 20,000 UC. ولا طلع بخاخ. أوكي نايس. بخاخين. مرة واحدة خلاص. قولوا يا الله يا إخوان. قولوا يا الله. إني أطلع هذه الأشياء من هنا. 20 بخاخ. فجور الله يمكن. أحتاج بخاخ الحين. شطب هذه. أوكي نايس. بخاخ بعد. أوكي نايس. صار عندي 40 بخاخ الآن. خلنا نشوف ورشة العمل كم أحتاج. أوكي صار عندي 131. الشكل النهائي 51. وهنا شوفوا أحتاج ما يقارب 150 بخاخ. 100 بخاخ. أوكي حلو. خلنا نشوف ورشة العمل. المختبر شكل ما قبل النهائي كم يحتاج لي الآن؟ كم صار عندي؟ 51 و120. يعني ما يقارب 50. هنا 49 و19. 69 قطعة. يب 69. يا رب. ما حد شاف يا إخوان. ما حد شاف. ماتيريال ما عاد أبغى ماتيريال. كفيت برب. يا رب 20 بخاخ. يا رب يا رب 20 بخاخ. يا رب يا رب 20 بخاخ. يا رب. شوفوا بدل ما غامر أشتري 59 أو 69 بخاخ. وفر على نفسي عشان أضرب باللمبرجين. لا عندي من أول مفروض ما أشتري. باقي 15,000 UC. نروح ورشة العمل. المختبر خلاص كذا وصلناها على لفل. أوكي جايز. المخزون. الأسلحة. الاشتباك أخيرا. وين أسلحة الاشتباك؟ نايس. أخيرا طاوة تتطور. لا وكل مسج بعد. يعني اليوم فقرة التفنيش بالطاوة جاهزة. او ما قال او ما قال الطاوه او ما قال. الان باقي علينا يا اخوان صندوق اللمبرجيني. وش بسوي الان؟ تمام راح اضرب بالتقيل. اذا وصلت هنا على 6 راح اسوي جمع. ان دزيت على هذه خير وبركه. باقي عندي 15,000 UC. اوكي عندي 2. فشل ما هي مشكله. 180 UC عوافي. فشل. يلا يا رب يوصلني على المفتاح. 4. طيب هذا راح تكلفني 1,000 UC. نجرب الآن. فشل. يا رب. حلو عندي 2,500 UC. راح أسوي فشل الآن. إذا وداني على اللمبرجيني المفتاحين خير وبركة. إذا وصل على مذك راح أسوي جمع. راح أسوي جمع واي. إن إذا سويت جمع الآن راح يديني 600 قطعة. 600 قطعة. أوكي راح أبدأ من الصفر. القطعة الواحدة تكلفني 1,500. المفتاح وين المفتاح؟ 1,500 يكلفني المفتاح. 1,500. فبحاول أني قد ما أقدر أني أوصل على المثيك وأوقف. أوصل على المثيك وأسوي جمع. إن وداني على الأسلحة كان بها. عفوا على المفاتيح كان بها. ما وداني راح أبدأ أكمل. أنا وحظي يمكن فجأة كذا من تسريع واحد أوصل على ليفل وأجمع المفاتيح كاملة. فشل. يعني يمكن أتوقع راح يكلفني 30,000 UC. فما أجمع على الأسلحة الـAKM. بحاول أني أجمع على اللبسات المثيك ونديني 600. شوف الآن اداني الباراشوت والأمور هذه ما أحتاجها. راح يديني فشل بس على 500 UC. أوكي الآن على 1000. يبدأ الآن الـ1000. فشل فشل. بتشوفوا التسريع الآن وين بيوديني. لبس المثيك. أوكي إيش بيصير الآن؟ بوقف. ما راح أضغط على 5,800. يمكن يديني فشل يوديني هنا. يمكن أخسر ما يقارب 15,000 UC 3 مرات ومرتين فشل أو 10,000. فبسوي جمع الآن. جمع تمام. أوكي بكمل على هذا الموال إلين ما طلع كل المفاتيح بهذه الطريقة. يمكن من تسريع واحد يشيلني من الملتوف يوديني على المفتاح على طول. أنت حظك عاد. يمكن الآن تصير معي ما تدري مع أن حظي بيض. والله بقعد على نفس الموال هذا اذنين. لكن إذا كان على التسريع والفشل كل مرة والله لو بيع كليتي كلها. ها 500 الحين فشل راح عليه كل شيء. بوقف هنا خلاص.
بوقف انا باقي عندي 12 يو سي الله يعيني، بس لازم اخصص لها 50,000 شده زياده. في ناس كلفتهم 251,000 يو سي، ناس اكثر من 300,000 يو سي. انا اول صرفت عليه 100,000 والان 15,000، ابحاول اني بقدر المستطاع اني اسوي جمع من هنا. حاليا عندي 1200، عندي 1200 قطعه، فبحاول بقدر المستطاع اني اسال على الميثيكات اجمع 600 600 600 600 لين ما اشتري كل المفاتيح. مع ان الان التحفه تحتاج مني، باقي عندي 3 سيارات تمام، نطلع هذه، بس هذه الزرقاء يحتاج مني 3 مفاتيح. الاول طلعتها بمفتاح مملوك، هذه يحتاج لي 3، يعني 1600 1600 1600. وانا نصيبي يمكن من تسريع يوديني على الليفل. شوف الذهبيه يحتاج مني 3، اوكي عندي هذه عشان البيضه يحتاج مني 3. اذا جمعت هذه الاشياء يعني يحتاج لي كم الان؟ 9 مفاتيح عشان يديني التحفه مجانا. الان اقدر اجيب التحفه تمام، وعندي خصم، وبثلاثه اجيب هذه السياره. لكن ليش اسوي هذا الشيء؟ ما دامت بقدر اجمع الثلاث وتجيني مجاني خلاص الله يعين. فانتظرون بجزء جديد يا اخوان، ربي يسعدكم، راح اخصص فيديو كامل للسياره هذه لين ما اجيبها، او بحاول بث الليله باذن الله اني اجيب السياره. الان طورنا السلاح على لفل الطاسه، ربي يسعدكم، وباذن الله باذن الله الليله او بكره بحاول اني اطلع بقيه السيارات. لامبورغيني مستحيل مستحيل اتركها، اسوي نفس الطريقه، بسوي جمع الميثيك زائدا يمكن من تسريع واحد يطلع لي مفتاح. انا وحظي يمكن تسريع واحد من اسلحه الاي كي ام يوديني على مفتاح كويس. اجمع بدل ما اخسر 5000 5000 5000، فشل 3 مرات يمكن اختصر علي الموال ويوفر لي مفتاح بعدها اشتري نفس الموال. اللي مو فاهم تابع اللايف الله يسعدك، باذن الله نشرح لكم مع بعض ان شاء الله. الله يسعدكم، شكرا على تواجدكم، شكرا جزيلا لكم، الله يسعدكم. لا تحرمونا من سبسكرايب واللايك والشير، والطريق الى 500 ميثك ما عاد بقى عليه شيء، 97 ميثك ايزي بيزي باذن الله. راح تنزل عجلات ان شاء الله الايام الجايه فيها ميثكات، اتمنى ما تحرمونا من الدعم، فديتكم ما عمركم قصرتوا مع اخوكم ابياد، ولا تقصروا الان. الله يسعدكم، اشوفكم فيديو ثاني، ولا تنسوا المسابقه بالتيك توك. فالجميع التوفيق، الله في فيري بادي، سي يو.